هذا هو الفيديو اللي اخترناه يكون trend of the day واللي بيظهر فيه حسب ما انتشرت الأخبار إنه هاري ستايلز خلال عرض الفيلم بمهرجان فينيس واللي خبرناكم عنه مبارح بيظهر وكأنه عم بيتف شيء على زميله بالفيلم كريس باين. هلأ الفيديو الحركة هاري مبينة يعني، بس الأوضح هي كانت صدمة كريس ومحاولته تمالك أعصابه بضحكة مبهمة. وطبعا كالعادة الفانز هم اللي خدوا بالهم من الحركة دي وخلوا الفيديو يبقى ترند، وتقدروا تتخيلوا طبعا كمية التحليلات على الموضوع. ففي ناس قالوا انه فعلا هو عمل كده، وفي ناس قالوا لا ما عملش كده. ولكن من شويه كريس صرح لمجله فرايتي انه ليه لقطه دي مفبركه، ان لقطه مفبركه، وهاري ستايلز بدوره نفى كمان قيامه بالحركه دي بحسب الخبر كمان اللي نشرته ذا جارديان. انا عن نفسي صراحه صبحي مش متاكده ايه اللي حصل، يعني شفت الفيديو اكتر من مره، في واحد متعصب وفي واحد باين ان هو بيتعصب وبيكتم تعصبه، وانا ما لحقتش اخد بالي ايه الحركه اللي حصلت بالظبط. انت رايك ايه؟ انا الصراحه الموضوع محير شوي، يعني لانه بتشوفيه بتحسي انه عمل على الحركه، بس كانت ردة الفعل الاوضح من كريس يعني اللي صار، مشان هيك رجعت حضرته مره ثانيه. فما بعرف اذا امجد بيرجع بعد لنا الفيديو بس على البطيء نرجع ندقق فيه. العكس، يعني حاسه ان ده اللي ضايق ده مش ده اللي ضايق ده. حسيت انه يعني ما بعرف، انا ما حسيت انه في شيء صار. انا حاسه ان هما الاثنين كل واحد اصلا في عالم تاني في حته تانية، وهما متفقين على بعض اساسا. يعني فاهم ان واحد قاعد في حته والتاني في حته تانية، يعني ما اعرفش. بص ده متضايق، ده باين انه جاي متضايق ومتعصب، مع انه وده قاعد بص كانه ما فيش حاجه وبيكتم عصبيته. عموما بصوا بحمو، احنا مش هنقدر نعرف ايه اللي حصل بالظبط لانه انا ما فهمتش من الفيديو. فخلينا نقول انه الفيلم عموما كان عنده مشاكل كتيره من وقت اوريدي ما ابتدوا يشتغلوا عليه. وطبعا كلنا عارفين كمان ان القصه زي ما قلت لكم كانت فبركه في مشاكل، الفيلم كان فعلا في مشاكل عليه كتيره جدا. واول حاجه انتشرت كانت اخبار انفصال اوليفيا وهاري طبعا من بعد علاقه حب بدات وقت تصوير الفيلم. وحتى الفانز لاحظوا ان هاري امبارح اتفادى انه يقف جنبها علشان ياخدوا صور مع بعض على الريد كاربت، وده كان دليلهم ان في مشكله بينهم او ان هم حتى سابوا بعض، لان هم اساسا ما وصلوش مع بعض على الريد كاربت. وكان هذا الكابلز انت عارف بيوصلوا، احنا بنوصل على الريد كاربت واقفين مع بعض مثلا يعني. طبعا هلا كمان قبل اسابيع انتشرت شائعات عن خلاف فلورنس بو مع المخرجه اوليفا وايلد، ولهيك فلورنس امتنعت عن الترويج للفيلم واكتفت بكم بوست تقليليين، ومبارح ما تواجدت بالفوتوكول بس حضرت عرض الفيلم والناس حكيت انه في مشاكل كتير بين كاست الفيلم. غير كده كمان طبعا من اشهر اوليفيا ادعت ان هي طردت الممثل طبعا شيا لابوف اللي كان مفروض ان هو يلعب دور هاري ستايلز في الفيلم، ولما حكت له ان فلورنس ما كانتش مرتاحه لوجوده في الاساس في الفيلم، خاصه انه كان عنده قضيه تعنيف وتحرش من صديقته السابقه. ولكن شيا طلع وكذبها وقال ان هو الاستقال، وكشف فيديو بتظهر من خلال اوليفيا وهي تطلب منه انه يرجع عن قراره بالاستقاله. ما حدش فاهم لهم حاجه بصراحه. هلا ما بتعرفي، ممكن تكون كمان شغلات عم تطلع بس مشان ترويج للفيلم. يعني ممكن ما تستبعدي، ممكن عندك الاحوال عنا بعد البريك شغله كتير حلوه. ايه